من يقوم بحركة إيجابية نشطة هم الشباب. والشباب من الأعمار 14 15 سنة إلى 25 سنة، وهذا هو الموضوع. من يتحرك في الشارع، من يكون له دور إيجابي في الحراك هم الشباب. يعني هذه الأمور إحنا من الثمانينيات، وجميع المناطق الحيوية نشوف فيها روح شباب. ونحن كنا من ضمن هذه الشباب الماضي، وكنا عندنا أعمال كثيرة من ضمن هذه الشباب. لكن هل يستحقون الاحتقار؟ هل مكانهم في هذه الموقف؟ هل يستحقون الأحكام الجائرة عليهم لمدة سنين طويلة؟ كلا. وإن شاء الله من تحديد إنه ولا واحد فيهم يأخذ الكل بيطلع إن شاء الله، ولا راح نزف ما راح نجيلهم مرة ثانية